رغم تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن أن النظام المالي في الولايات المتحدة آمن، إلا أن المخاوف تسيطر يوما بعد يوم على الأسواق العالمية والقطاع المصرفي الذي أغلقت أسهمه أمس على خسائر كبيرة، هذا جراء انهيار السيليكون فالي بنك. وللمزيد والمتابعة والتوسع ينضم إلينا من واشنطن رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك رامي معنا. كما تابعنا السلطات كانت لديها معطيات إيجابية بعد انهيار سيليكون فالي بنك من أن أموال المودعين في أمان وسترد، ووزارة الخزانة الأمريكية أيضا قامت بدعم 25 مليار لدعم النظام الاستقرار المالي، وأيضا هناك برامج من الفيدرالي الأمريكي لحماية أموال المودعين. بالرغم من هذه المعطيات الإيجابية رامي، لماذا الأسواق ما زالت تتخوف؟ وهل هذه المعطيات هي ستعيد ثقة المستثمرين والمصارف مرة أخرى؟ مرحبا رشا. رغم كل الإجراءات الحكومية، ولكن بالفعل حالة من الخوف والحذر تسيطر على المستثمرين في الأسواق الأمريكية. ولكن دعيني أقول لك إن اليوم مختلف تماما عن الأمس. نعم. تحديدا لقطاع البنوك الذي مني بالأمس بخسائر كبيرة، اليوم يعوض جزءا كبيرا من هذه الخسائر ويتجه اتجاها صعوديا، وتتلون معظم أسهم قطاع البنوك باللون الأخضر. على سبيل المثال نجد سهم فيرست ريبابليك أو سهم بنك فيرست ريبابليك الأمريكي، نجده والذي أغلق بالأمس على خسائر بنسبة 62% من قيمة سهمه، نجده اليوم حصل مكاسب بمقدار 55%، وهذا دليل على أن هناك حالة من الانتعاش الجزئي اليوم في قطاع البنوك تؤثر بشكل أو بآخر على المؤشر العام لأسواق المال الأمريكية. مؤشر البنوك أو قطاع البنوك داخل ستاندرد أند بورز مرتفع اليوم بنسبة 8%، وذلك بناء على أمرين. الأمر الأول هو تصريحات الطمأنة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن بالأمس عن أمان وسلامة القطاع المصرفي الأمريكي، وأيضا طمأنة المودعين على ودائعهم. الأمر الثاني هو أن البنوك بدأت الآن تطمئن إلى أن ما حدث في بنك سيليكون فالي وبنك سيجنيتشر وبنكين آخرين من حالة من الانهيار لن يتوسع إلى البنوك الأخرى. هذه الحالة من الاطمئنان الحذر أدت إلى ارتفاع أسهم قطاع البنوك في أسواق المال الأمريكية، والتي بدورها أيضا افتتحت اليوم مرتفعة. فمؤشر ستاندرد أند بورز حقق اليوم مكاسب بمقدار 2%، ومؤشر ناسداك أيضا مؤشر أسهم التكنولوجيا حقق مكاسب بمقدار حوالي 2.5%. إذن يبدو نعم أن رامي. هناك يعتبر القطاع المصرفي والقطاع البنكي رامي عفوا المقاطعة يعتبر أداء جيد ومتحمل لصدمات في أمريكا، لكن ربما الارتفاعات اليوم نظرا للتراجعات التي شهدتها نحن نشأت تراجعات وخسائر في السندات والأسهم وخصوصا أسهم المصارف بمبالغ تصل ل 170 مليار دولار في 3 أيام فقط، وأيضا السندات التي خسرت يعني خسارة لم تشهدها منذ عام 2008. هل هذه الارتفاعات سوف تستمر في الفترات القادمة وتتفاعل مع السوق، أم أنها مجرد ارتفاع نظرا للتراجع السابق؟ من الصعب جدا التنبؤ بمدى استمرارية وثبات هذه الارتفاع. فالقطاع البنكي يمر بأزمة بشكل عام، يمر بأزمة، هناك ربما أزمة كبيرة أو ضخمة أو كارثة في بنكين أو 3 أو 4، ولكننا نتحدث هنا عن القطاع البنكي الضخم جدا في الولايات المتحدة، هو يمر بأزمة. مكاسب اليوم فسرها بعض المحللين بأنها انعكاس أو ردة فعل على الانخفاضات الشديدة بالأمس. نعم. ولكن هل يمكن لهذه المكاسب أن تثبت وتستمر؟ هذا يتوقف على
إمكانية أو قدرة الإدارة الأمريكية على معالجة الأزمة الحالية لبنك سيليكون فالي والبنوك الأخرى التي تعرضت للانهيار. إذا تمكنت الإدارة الأمريكية خلال الفترة المقبلة من السيطرة على هذه الأزمة لهذه البنوك، أعتقد أن عدوى التفاؤل ستنتقل إلى البنوك الأخرى، وسيسيطر ذلك على القطاع البنكي، وقد تستمر بالفعل في ارتفاعها أو على الأقل ستعود إلى معدلات أدائها الطبيعية. طيب رامي، نتابع على الجانب الآخر، لدينا الملذات الآمنة ربما أدت أداء جيدا على إثر هذه الأزمة، الذهب بالارتفاعات، لدينا أيضا البيتكوين، الين ارتفعت، هل هذه الارتفاعات نتيجة هروب وتخوف من المستثمرين أن ينوعوا المحافظ تخوفا من حدوث أزمة في القطاع المصرفي؟ هذا بالتأكيد صحيح جدا. هذا أمر معتاد في أسواق المال، عندما تتعرض أسواق المال لأزمة يلجأ المستثمرون دائما إلى الملاذات الآمنة، فإما يلجأون لها بشكل كلي أو يلجأون لها بشكل جزئي. بشكل كلي أنهم يسحبون كامل أموالهم واستثماراتهم من أسواق المال والأسهم ليحولوها إلى ملاذات آمنة في الذهب والسندات والعملات المشفرة والعملات الأخرى. لكن هذه المرة لم يسحب المستثمرون كل أموالهم، بل سحبوا جزءا منها فقط وذهب إلى الملاذات الآمنة، ولذلك نجد أن أداء الملاذات الآمنة والذهب على وجه التحديد نجده أفضل من السابق مقارنة بأسواق المال. ولكن الارتفاع الذي سيطر على أسواق المال الأمريكية أمس واليوم بعد تصريحات بايدن، وأيضا بعد بيانات التضخم التي جاءت كما هو متوقع والتي جاءت بانخفاض بمقدار الثلث عن نفس البيانات العام الماضي، هذه البيانات أيضا أعطت دفعة إضافية من التفاؤل للاستثمارين في أسواق المال، ولذلك نجدهم وقد تحمسوا للاستثمار أكثر. ولكن هناك متغير مهم لابد أن نذكره، أنه خلال أيام من الآن وبالتحديد يومي 21 و 22 من الشهر الجاري سيجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة، ومن المتوقع أن يرفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أكبر من المتوقع والذي كان متوقعا من قبل بربع النقطة المئوية، وأعتقد أن ذلك سيؤثر تأثيرا كبيرا وغالبا سيكون تأثيرا سلبيا على اتجاهات المستثمرين. يعتبر لدى الفيدرالي الأمريكي ضغوط الآن بين رفع الفائدة بنسبة متشددة نظرا للهجته الأخيرة، وأيضا محاولة يعني معالجة أزمة المصارف التي شهدناها الآن، أن يثبت الفائدة كما توقع بعض المحللين أو يرفعها بمقدار أقل. سنتابع كيف سيكون على يوم 21 من شهر مارس.